أخونا يقول أنا شاب أبلغ من العمر 23 عاما، عاهدت ربي أن أصوم الاثنين والخميس ما دمت حيا. أسأل إذا صادف الاثنين أو الخميس أيام الحج أو العمرة أو الأعياد ماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ هذه المسألة، عاهدت ربك أن تصوم يوم الاثنين والخميس ما دمت حيا، هذا يكون من اليمين، أنت حلفت أن تصوم الاثنين والخميس لله عز وجل، ويجري هذا أيضا مجرى النذر، فهو يمين ويجري مجرى النذر. قد قال صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فهذا نذر طاعة مؤكد باليمين ومعاهدة الله سبحانه وتعالى، فهو نذر مؤكد باليمين، فيجب عليك الوفاء به أن تصوم يوم الاثنين والخميس. وأما في حالة السفر والحالات التي ذكرتها فهذا بحسب نيتك، إذا كنت استثنيت فقلت إلا في حالة السفر أو في حالة كذا وكذا فلك ما استثنيت، سواء تلفظت بذلك أو نويته بقلبك، قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كنت استثنيت بقلبك أو بلسانك أنك لا تصوم الاثنين والخميس في حالات معينة فلك ما استثنيت، أما إذا لم تكن استثنيت فإنه يجب عليك أن تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ما دمت تقدر على ذلك، بقوله صلى الله عليه وسلم: من يطيع الله من نذر أن يطيع الله فليطعه. أما إذا عجزت عن ذلك الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. جزاكم الله خيرا. لماذا شيخ صالح يلزم الإنسان نفسه بمثل هذه الأيمان وبمثل هذه النذور والعهود؟ نعم، النذر لا ينبغي الدخول فيه، بل إن بعض العلماء يحرم أن يدخل الإنسان في النذر ما دام أنه في عافية فلا ينذر. ومن العلماء من يحرم الدخول في النذر بقوله صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فدل هذا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يورط نفسه بالنذر ما دام أنه لم ينذر. وفي رواية: فلا تنذروا، كل هذا نهي عن النذر، وأقل أحوال النهي الكراهة. أما إذا نذر فإنه إذا كان هذا النذر نذر طاعة فإنه يجب عليه، قوله: من نذر أن يطيع الله فليطعه، قوله تعالى: يوفون بالنذر، قوله تعالى: وليوفوا نذورهم، وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فالنذر إذا دخل فيه الإنسان إنه يجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة، لكن قبل أن يدخل فيه فإنه ينبغي له أن يمتنع ولا ينذر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.